في عام 1975 قام الرئيس أنور السادات بتعيين حسني مبارك نائب لرئيس الجمهورية، القرار اللي كان مفاجئ وغير متوقع للجميع. كانت أسباب اختيار السادات لمبارك لضمان تأمين النظام في ظروف تحولات حساسة بتمر بها مصر، وكمان لضخ دماء جديدة في مؤسسة الرئاسة من جيل أكتوبر والتخلص من جيل يوليو المتمثل في النائب حسين الشافعي، والإرضاء المؤسسة العسكرية ولقلة خبرة مبارك بالسياسة، ولأنه طبعا من محافظة المنوفية بلديات الرئيس فهيضمن ولائه. انا زي ما قلت، انا عايز اكون منطقي مع حركه التاريخ، ولا يمكن ان نعود الى الوراء. نائب رئيس الجمهوريه لازم يكون من ابطال 6 اكتوبر، من الناس اللي صنعوا هذا، واللي لابد يكون عنده في اي مرحله من المراحل اعطل فيها او اخرج او اي شيء القدره على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، نتيجة كمان مش بس انه بيعرف شيء عن العسكرية، لا، حارب وحارب فعلا، وكان بطلا من ابطال هذه المعركة. هو ده السبب اللي وراء هذا. الرئيس السادات ما كانش عنده صبر لقراءة التقارير والبوسطة اليومية اللي بتعرض على رئيس الجمهورية، وكان شايف ان اللي اثر على صحة الرئيس عبد الناصر بالسلب هو نهمه للقراءة ومتابعته للمعلومات والتدقيق في كل اللي بيعرض عليه. علشان كده لما عين حسني مبارك اسند ليه مهمة قراءة التقارير والبوسطة والأعمال الإدارية والتصرف فيها، ومن هنا بدأ مبارك في استغلال الموقف وتكوين شعبية ليه داخل مؤسسات الدولة. السادات الله يرحمه ما كانش غاوي شغل، يعني كان كل يوم يشوف فيلم كاوبوي ويقعد ويصعد، يعني يروق. عندك رئيس الدولة لازم فيه 3 تقارير يومية لازم يشوفهم قبل ما ينام، زي عبد الناصر ما كان بيعمل: تقرير المخابرات الحربية، تقرير مباحث أمن الدولة، وتقرير المخابرات العامة، لازم يقراهم قبل ما ينام يوميا. فهو كان يقول ودع لحسني القرارات، ودع لحسني. هو بقى قاعد عامل مكتب وايه، ويزحل عليه كل حاجه وهو مروق في دماغه. ابتدى بقى ويخش في مصارين الدوله ويعرف كل صغيره وكبيره ويتعرف، وابتدى نفوذه يقوى، وابتدوا الناس اللي كانوا حوالين السادات يتلموا حواليه. مثلا كمال الشاذلي الله يرحمه لما في 14 مايو كان وقف موقف ضد السادات، والسادات عرف بعدها وزعل منه وشالوا من الاتحاد الاشتراكي وما عملوش حاجه خالص، راح اتلم عليه مش شويه وغيره وغيره وغيره. فابتدى يشكل مركز قوه بحذر في الدوله من غير السادات ما يعي هذا جيدا. وفي اثناء عمل حسني مبارك كنائب للسادات اشتكى من منع بعض الحقوق والامتيازات عنه في مجلس الوزراء والحزب الوطني من اشخاص من المفروض انهم يكونوا تحت رئاسته وانهم بيتباهوا قدامه بعلاقتهم بالرئيس السادات، زي سيد مرعي رئيس مجلس الشعب والوزير عثمان احمد عثمان، والاثنين كانت بتربطهم علاقة مسهرة مع الرئيس، بالإضافة لمصطفى خليل رئيس وزراء مصر وقتها. ادرك مبارك ان مشاكله مع رجال السادات بتقلل من صلاحياته، ولكنه كان مصر على الصمود. في ذروة القطيعة بين مصر والدول العربية انتشرت تقارير بتفيد ان لو تمت ازاحة السادات وتولى مبارك الحكم فسيكون التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية بشكل اكبر، وستشهد العلاقات تحسن ملموس. كمان تحدثت صحف أجنبية عن صعود نفوذ مبارك ووجود صراعات على السلطة داخل القصر الجمهوري، وأشار تقرير للمخابرات الأمريكية عن السادات وقال يكفي 10 سنوات في الحكم وعليه أن يترك الحكم لمبارك، وده اللي حسس السادات بالخطر ونصحوا المحيطين به بالتخلص من مبارك. لكن السادات ما كانش يقدر يطيح بمبارك بسهولة بدون تعقيدات من حلفائه، لأن مبارك كان مدعوه من دول أجنبية كتير. في عام 1981 حدث خلاف بين الرئيس السادات والنائب حسني مبارك، الخلاف اللي أكد منصور حسن على حدوثه. ما تكلمش السادات عن الخلاف ولا حسني مبارك، لكن أشارت مصادر عديدة لأسباب مختلفة للخلاف بين السادات ومبارك. أنا قاعد مع الرئيس في ميت أبو الكوم وبتكلم معاه في شؤون الحزب والثقافة والإعلام، لقيت هو قطع الحديث كده، قال لي على فكرة احنا هنعمل وزارة شؤون رئيس الجمهورية وعايزك انت تمسكها. يعني الطريق للنائب ربنا ألهمني بشكل غير مباشر. هي كده ربنا ألهمني الإحساس أو الشعور بأنه في شيء غلط، في حاجة مش طبيعية بتحصل بين الرئيس وبين النائب. أنا بعد ما خلص الاجتماع نزلت مباشرة على منزل نائب الرئيس حسني مبارك، قابلتني سوزان هانم على الباب، قلت لها عايز أقابل النائب، قالت لي هو فوق في السرير عيان. قيلة بعد كده الناس الصحفيين قالوا ده كان تمرد، مش كان معروف. أتابي الحس اللي جالي ان في حاجة غلط كانت فعلا حاجة قايمة بينه وبين الرئيس، يعني في شد وجذب بينهم ومقموس بقى انت هتشيلني يعني.
أشارت بعض المصادر أن الخلاف بين السادات ومبارك كان بعد زيارة قام بيها مبارك لأمريكا، وبعد عودته عرف الرئيس السادات بجميع لقاءاته في أمريكا، لكنه ما قالوش أنه تقابل مع عناصر من المخابرات المركزية الأمريكية، حتى أن أشرف غربار سفير مصر في واشنطن حضر جميع مقابلات مبارك في أمريكا فيما عدا مقابلاته مع عناصر المخابرات، وده اللي سبب غضب أنور السادات. أشارت مصادر تانية أن سبب الخلاف كان بسبب اشتراك مبارك مع حسين سالم في شركة احتكرت شحن المعونات الأمريكية لمصر، ولما طلب السادات مراجعة حسابات الشركة في عام 1981 اكتشف عمليات نهب واسعة وعمولات بالملايين، وأن النائب بتاعه كان شريك سري ويتلقى عمولات من حسين سالم من وراء ظهره. وقيل ان الخلاف بسبب تصعيد منصور حسن وقربه الشديد من الرئيس السادات والكلام على اعداده ليكون خليفة مدني ليه، وحضور منصور حسن كل مقابلات الرئيس السادات مع الوزراء والوفود الاجنبية، بالاضافة لنشر صحيفة الحوادث اللبنانية وبعض الصحف الامريكية تحقيق عن ان منصور حسن هو الرجل القادم في مصر، وده اللي خلى مبارك في حالة شك وخوف على منصبه. اعتكف مبارك في بيته واصدر السادات القرار 119 واللي بيقضي بتعيين منصور حسن وزير لشؤون رئاسة الجمهورية، وانه يطلع على معظم الأمور الإدارية واللي كانت أوكلت لمبارك، وأهمها النظر في بوسطة رئيس الجمهورية وكل أمور الإدارية وعرضها على الرئيس السادات. قلت له شوف أنا ما كانش في وزراء شؤون رئاسة قبل كده في البال غير الأستاذ سامي شرف ربنا يعني يديله طولة العمر والمرحوم عبد الفتاح عبد الله، دول كانوا رئاسة بقالي قبل مثلا بعشرين سنة. فقلت له احنا نجيب اختصاصاتهم نقسم الاداري حتى والفني حتى، وانت تختار الفني شوف بقى في 20 اختصاص تطلع الاثنين ثلاثة منهم وتقول لهم دول تعملهم وانا خلاص مكتفي. جبتها له طلعت ورقة طويلة كده فيها كده، قال لي خدهم كلهم، زعلان بقى خد كل اللي انت عايزه اديني بس اثنين ثلاثة على قد، قال لي لا لا خدهم كلهم. سافرنا تاني يوم الرئيس وانا للبرلمان الاوروبي ورجعنا اي مدة يوم يومين كده، رجعنا من هناك كان النائب حسني في المطار لقيت وشه مقلوب جدا اصفر ومتضايق حانق. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ يعني مسلم عليا بقرف كده. تاني يوم ناداني قال لي انا في عابدين تجي لي شويه، قال لي ما تتصورش القرار ده عمل لنا صداع قد ايه، لان الناس بتغير، كان دايما يقول لي كده، يقول لي الناس بتغير منك الناس بتغير منك. قلت له ليه في ايه؟ انا قرار انا ما طلبتش حاجه، ما انت قلت كله مش عارف. قال لي انا قابلت الرئيس وقلت له ده عمل لنا صداع، فالرئيس قال اقعد مع منصور وشوف عايزين تحلوه ازاي واعملوا. يعني الرئيس ما تنازلش على غير ما بعض الاقاويل قالت ان هو قال له روح اعمل اللي انت عايزه، لا قال له اقعد مع منصور معناه لازم ترضيه. قلت له انا راضي مش عايز حاجه خالص، ولا نقسم ولا نشيل ولا حاجه ابدا، انا ما فكرتش فيه، انا ما طلبتش شيله كله. قال لي لا ازاي برضه مش عارف ايه. المهم يعني عشان اعصر الحكايه انتهى الموضوع لانه القرار ما تغيرش يعني، بس لما تقولي جمد موت القصه جمد من الناحيه الواقعيه يعني اهتز بعد كده اهتز خاف على كرسي. كانت تكمله، لا انا مش عايز اقول اهتز، لا ما هو واضح انا عارف القصة. انك عايزه انت عايزه، لا انا مش عايزه، واضح من القصه. راح الفريق الماحي للسادات وكان وقتها قائد الحرس الجمهوري، وكان بينه وبين الرئيس السادات مصاهره، وقال له اللي انت عملته مع مبارك اغضب القوات المسلحه، وانصحك الا تترك الحبل على الغارب، وعليك ان تسترد الجيش باي طريقه. وبالفعل استجاب السادات للنصيحه وبدا جولته في الجيش، وكان السؤال الاهم والمباشر في اول اجتماع اين نائب الرئيس. راح السادات لبيت مبارك وساله عن سبب اعتزاله، فرد عليه مبارك رجلي مجزوعه، ولما ساله عن اسباب غضبه قال له القرار 119، فرد عليه السادات وقال له ان هلغي القرار. اشارت بعض المصادر ان مبارك طلب وساطه عثمان احمد عثمان للتاثير على قرار الرئيس السادات، وبالفعل نجح عثمان احمد عثمان في انهاء الخلاف. بيقول الدكتور محمود جامع ان السادات كان بينوي قبل اغتياله عزل مبارك وتعيين الفريق كمال حسن علي بدل منه، وكان في ذلك الوقت هو عايز فعلا يخليه نائب رئيس جمهوريه. سمعت من مصادر قريبة من جمال السادات لكن مش من جمال السادات نفسه انه طلع قرار زي ما قلت بانه يكون نائب رئيس جمهورية. هناك تقارير بتشير الى ان الرئيس كان قربه الى درجة انه اصدر قرارا ولم يعلنه بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، وانت كنت تدعمي هذا الخط. لا هذا خطأ ايضا، لم يحدث لم يحدث. وفي قرار حصل ان ادى المنصور حسن بعض الصلاحيات، زي مش قادرة افتكر يعني، اداله حاجات يكون مسؤول عنها وسحبت بعد ذلك وقربوا له علشان خاطر هو كان بيعد منصور حسن لكي يكون رئيس وزراء في المستقبل،
بس قبل ما يبقى رئيس وزراء عاوزه ياخد خبرة أكتر، يعني يبقى وزير وبعدين يبقى مش عارفة، يعني زي ما تقول يتعلم شوية أكتر، لأنه كان خامة طيبة متعلمة شريفة نظيفة، كل المقومات الكويسة فيه. لكن ما كانش بيعده فعلا، او ما كانش اصدر كان قرار يكون نائب رئيس جمهوريه. لا 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 لا، بيعده لكي يكون رئيسا للوزراء. في نفس الليله اللي هي كانت ليله الاغتيال، رحت بيت الرئيس في الجيزه عشان اعزي سيده جهان السادات. ده بقولها ليه؟ لانه لما خرجني من الوزاره جات لي هنا البيت بكل كرم، قالت لي ما تزعلش وهو بيحبك. وقلت لها انا مش زعلان، انا خايف على مصر وخايف عليه هو، لأن الموقف ده المهم. أنا بقول ده ليه؟ لأن يوم الاغتيال رحت لها في البيت عزيها، فقالت لي أنا لما رجعت من عندك كان رئيس في البيت، قال لي كنت فين؟ قلت له كنت عنده فلان عشان ما يزعلش. قال لي يزعل إيه؟ أنا كنت لسه مخرجني، هو مش عارف أنا بعده لإيه؟ آه دي تدي برضو إشارة لشيء معين، مش عارف إن أنا بعده لإيه؟ مش عارف أنا بعده لإيه؟ بس في عقل السادات هو بيرسم ليك السلمة يمكن الأخيرة يمكن إلى نائب رئيس يمكن الجمهورية، ما أقدرش اللي أجزم كان ممكن تغير مستقبل مصر، يمكن ما أقدرش أجزم، سمعت من الناس لكن أنا ما أقدرش أجزم وما حسيتش بيها.